المتحدة الثانية على الفريق الاشتراكي فليتفضل سيد الرئيس. مشكورا. شكرا سيد الرئيس، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين. احنا تقدمنا بهذا الموضوع في اطار المادة 152 من بعد ما رجعت بواحد الشكل كبير الظاهرة ديال التكفير في بلادنا للأسف الشديد. بلادنا اللي كتعرف طبيعة الحال تحولات مهمة، وهذه التحولات لا بد ما يطبعها نقاش فكري ونقاش ثقافي. المفروض على انه يكون جميع المواضيع اللي تكون موضوع اختلاف تكون موضوع نقاش هادئ ورزين من اجل الوصول الى حلول ممكنه لمختلف القضايا التي نعيشها، لكن للاسف هذه ظاهره التكفير تعود وبقوه، وهؤلاء المكفرون يستغلون روح الديمقراطية اللي كاينة في بلادنا والمناخ ديال الحريات من أجل هدم هذه الديمقراطية وهدم هذه الحريات. والدولة يجب أن لا تقف موقف المتفرج. وحنا كنشوفوا المجهود اللي كيدار على المستوى ديال ضبط الخلايا الإرهابية، كاين عمل استباقي هام تقوم به الأجهزة الأمنية، لكن هؤلاء المكفرون هم الذين يهيئون التربة الخصبة لعدد من الشباب للأسف الشديد الذين يجدون أنفسهم في براثين العمل المتطرف. التحريض على الكراهية وعلى العنف من خلال التكفير هو الذي يسمح بتأسيس تلك الخلايا الإرهابية، لأن الأمر يتعلق بزرع ديال البذرة ديال الكراهية وديال الحقد تجاه الآخر وكل من يخالفه الرأي. أعتقد على أن الحكومة مطالبة مثلما نحن مطالبون جميعا بطبيعة الحال بأن نؤسس لفضاء يسوده الحوار والاختلاف، وليس هناك من يمتلك الحقيقة بطبيعة الحال، والقضايا المختلف بشأنها الحوار وحده هو الذي يمكن أن يسمح بأن بلادنا تزيد القدام. أما مثل هذه الممارسات ديال التكفير فهي تعيق التحول ببلادنا وتسيء إلى بلادنا، وهي التي تدافع عن الحوار بين الحضارات والحوار بين الأديان. نحن في مقدمة الدول العربية والإسلامية التي ندافع عن هذا الشيء، وبالتالي لا يجب أن لا نسمح بمثل هذه المظاهر ديال التكفير التي تظل وصمة عار في جبيني. شكرا سيد نائب المحترم. الكلمة للحكومة في شخصية الوزير، تفضلوا. شكرا سيد نائب المحترم. الوقت لا يسمح للدخول في التفاصيل، حسبي هنا أن أقدم لحضراتكم المبادئ الأساسية والتصورات الضرورية في هذا الموضوع. أولا، إن بلادنا تستند إلى مرجعية الدستور الذي ينص على الثوابت الجامعة المتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي. ثانيا، إن حرية التعبير مضمونة للجميع، كما أن لكل إنسان حق اعتناء الآراء دون مضايقة، كما ينص على ذلك المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بحيث ينص على أنه لا يجوز إخضاع هذه الحرية إلا للقيود المحددة بنص القانون والضرورية، أولاً لاحترام حقوق الآخرين، ثانياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام والصحة العامة والآداب العامة. وكما هو مؤكد فإن الحكومة غير ملزمة إلا بما هو منصوص عليه في الدستور، وكذا برنامجها الحكومي الذي يمثل القاسم المشترك بين مكوناتها. لذلك فإنها مستعدة للمحاسبة البرلمانية كلما تعلق الأمر بخرق حرية من الحريات، سواء منها الجماعية أو الفردية، أو بحق من الحقوق الثابتة. أما ما عدا ذلك فإنها ليست معنية بشكل مباشر بما يمكن أن يكون من نقاش بين مكونات المجتمع المختلفة المشارب وذوي القناعات والآراء المتباينة، إلا إذا كان هناك تمة إخلال صريح بالقانون أو اعتداء على حق من حقوق أي مواطن. شكرا لكم. السيد الوزير المحترم.